وين اللي استقلي؟ كيفاش عامل؟ يا أخي إيش في معك؟ إيش في معك؟ إيش فيك عامل بالتلفون من تحت؟ إيش في؟ ولا في شيء، ماشي طبيعي مالك؟ كيف ماشي طبيعي؟ ولا في أي حاجة. أنا أشوفك من تحت، إيش في؟ ولا في شيء. شوف الكاميرا مفتوحة، الكاميرا لأن مفتوحة. ما فيش. الكاميرا شوفها شوفها، يغلق الكاميرا. ومن كاميرا ماشي حاجة. ملقها. ولا في أي شيء. ماشي طريق، أنا مالكش داخل. كيف ماشي طريق؟ مالكش داخل. طبعاً من الناس. مالكش داخل. إيش هذا حقك؟ قلة الحاف. عيب. كيف أنا بحصل صوتي معك شوف؟ ماشي طريقي هنا. ايش اللي عيب؟ مالكش داخل لو سمحت، تدخلش. مالكش داخل، روح لاخ. انا ماشي طريق. مالكش داخل، انا حر. ما عندك شعر، ما عندك شعر. ما في شيء، انا ماشي طريق. روح لاخ، روح لاخ. ما تمسكش التليفون. كيف ما تمسكش التليفون؟ يا اخي مالكش داخل. طفي الكاميرا. لا تمسكش التليفون. طفي الكاميرا. مالكش داخل، مالكش داخل. مالكش داخل، روح لاخ. مالكش داخل، روح. كيف روح؟ تفضل. السلام عليكم. السلام. ايش في؟ ايش حصل؟ هذا تعبان. ماله؟ جالس حارب النسوان. ها؟ حارب النسوان. وانت ليش دخلت في الموقف؟ تعال 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 تعال. تعال يا. لانه كلنا معنا عارف، مش الاول واحد هو. يعني دخلت لانه بس شفت بحانب بنت. اي طلعت حانب بنت، اي طلعت وقف طارف. لانه كلهم معهم عارف، شو الواحد. طيب ايش رايك بالمتحرشين؟ المتحرشين هذول قليلين حياه، ما بش معاهم عارف. اي واحد ما بش معاهم عارف. قال لك اللي ما يربوناش الناس، رساله توجهها لهم للمتحرشين. اي واحد يتحرش البنات هذا مش رجال. هذه اخت الجميع. طبعا. هذه اختي طبعا. ايش رايك في المتحرشين؟ والله فكرة سيئة عليهم. كيف يعني؟ بغض النظر ان حاجة شمعت علينا من المتحرشين. هل قد حصلت موقف نفس الموقف الذي شفته؟ لا، اول مرة كذا حصل نفس الموقف هذا العام. لو كان فلتنك ايش كنت عتفعل؟ فلتي بايش؟ لو كان فلتنك ما دخلناش احنا، وقفناكم. قد ايش اشوفه قال راس حقه ارض الجدار.